السلام عليكم. اليوم نجيو على موضوع التسجيل في مراكز القرب بعد القرار اللي خرجت به جامعة القاضي عياض بمراكش، يعني نشوفوا طريقة التسجيل في مراكز القرب، يعني مراكز الامتحانات اللي قريبة لكل مدينة، وكذلك نشوفوا يعني المراحل ديال هذا التسجيل. تابعوا معنا الفيديو حتى الاخير. اذا موقع التسجيل في مراكز الامتحانات هو كالتالي: centre-examen.ica.ma. هذا الموقع تديروا في محرك البحث واجهتكم الصفحة التالية. إذا الصفحة هي كالتالي: كنختاروا المؤسسة ديالنا، كلية العلوم ولا كلية الاقتصاد ولا يعني الفروع ديال جامعة القاضي عياض. من بعد كنديروا الابوجي ديالنا، يعني هو الرقم اللي كيكون في كارت ايتيديون، يعني تاريخ ازدياد، وكدير تسجيل الدخول. من بعد ذلك كتقوم بملء، كيطلع لك الاسم ديالك، يعني كانت معلومات صحيحة كيطلع لك الاسم ديالك والابوجي ديالك ويعني ليتابليسمون لاش تاع بلافيليير ديالك. ابخي هذا انت كتدخل المعلومات ديالك، كتدخل البريد الالكتروني ورقم الهاتف المحمول. من بعد اضافه مركز القرب ديالكم، فكتقوم بعمليه يعني تاكيد اختيار مركز الامتحان. فاش كيطلع لك تاكيد اختيار مركز الامتحان، كطلع لك واحد اللائحه اولا واحد الصوره كتاكد لك بانه تم التسجيل ديالك، وانه بلي راه اكدتي مركز القرب، وكيكون فيها المركز فين غادي تدوز، يعني المدينه فين غادي تدوز الامتحانات، واش من ايطابليسمون لاش تابع. الى استفدتم من هذا الفيديو كنتمنى انكم تخليو لايك و سبسكرايب لا فيديو، وبارطاجيو مع اصحابكم حتى هما باش يستافدوا.